مرحبا والحمد لله زال الانتظار حسبة الأيام فيك فاياها وقبالها ارحبي يما الوفاء وارحبي يما الوقار وارحبي يا عزوة اخوانها ورجالها وارحبي يا عزوة اخوانها ورجالها من هجوس الابغى اللعب حدت له مسار والطوارق الجزيلة يجي بجزالها تطلع بيوت القصايد مثل طلع الحرار البيوت من امي فايز يتم رسالها محتمين ام الدباديب فيها كالنهار ذوقنا حنا فزاعها وحنا رجالها بندمج بالفارسين فالمهمة الكبار كم هنوف من فعوله تصيح عيالها مرحبا والحمد لله زال الانتظار حسبة الايام في كفاياها وقبالها ارحبي يما الوفا وارحبي يما الوقار وارحبي يا عزوة اخوانها ورجالها قرت عيون الاهل من كبار ومن صغار في انتظار الليله اللي يهل هلالها نحمد اللي جابها من مطار اليا مطار في مطارات الكويت اعلن استقبالها في الكويت العز دار المعزه والعمار البلاد اللي تظل العرب بظلالها دار نواف المفدى ما هي بيات دار الكويت الغاليه في قلوب عيالها الكويت الغاليه في قلوب عيالها من هجوس الابغى اللعب حدد له مسار والطوارق الجزيله يجي بجزالها تطلع بيوت القصايد مثل طلع الحرار البيوت من امي فايز يتم رسالها محتمين ام الدباديب فيها كالنهار ذوقنا حنا فزاعها وحنا رجالها بندمج بالفارسين فالمهمة الكبار كم هنوف من فعوله تصيح عيالها مرحبا والحمد لله زال الانتظار حسبة الايام في كفاياها وقبالها ارحبي يما الوفا وارحبي يما الوقار وارحبي يا عزوة اخوانها ورجالها قرت عيون الاهل من كبار ومن صغار في انتظار الليله اللي يهل هلالها.